سلام من الله عليكم أيها الأحباب والأعزاء في كل مكان. حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي يعتمد على ذاكرتي وما شاهدته وما عشته وما راقبته وما قرأت عنه، وكله يتعلق بحضرموت والمكلة بدرية رئيسية وحضرموت بشكل عام، حنية شوق لحضرموت. هذه الحلقة هذه الليلة حضرت ملتقى لمجموعة من الشباب مع بعض قادة الفكر في هذه المدينة، وكان الهدف منها إعطاء لمحة أو تنوير هؤلاء الفتية الدارسون في جامعات خارج البلاد عن حضرموت، عن الأدب، عن الحياة العامة. كان فيها مجموعة من الإخوة الأفاضل، صالح بعامر روائي ومدير الثقافة وإلى آخره، مناصب كثيرة في الثقافة تولاها، حسين الجيلاني شاب بشوش حي في سننا ولك حي وذاكرة رهيبة، عنده ذاكرة رهيبة ويهتم بالتاريخ والتوثيق. علي العبثاني، سالم العبد، مجموعة، علي العبد مجموعة، لم أكن مدعوا إلا في قبل ساعات من ذلك اللقاء. مر أحد الأصدقاء وقال لي أن هناك لقاء هدفه تنوير الشباب ومعرفة مستوياتهم الفكرية وتغذيتها ب ما يخدم الدفاع عن الوطن أو تاريخ الوطن. بلفنا معهم في نادي متطوعون، في هذا النادي كانت منصة اصطف عليها 6 أشخاص الذي ذكرت بعضهم، وحدوة حصان عليها الشباب، و حضرتنا في آخر حدوة الحصان، يعني على الدحقة. هناك بعض الزملاء الشباب ليسوا من المطلوبين ولكن حاضرين أيضا، أعطوا فكرة عن القصة، عن الرواية، عن البلاد. الجماعة اللي في المنصة أعطوا لمحة عن كل شيء، عن الأدب بشكل عام وعن بعض تاريخ المنطقة. ثم طلب من الشباب يعني ماذا يدور في أذهانهم من سؤال. بعض الشباب يقول لك الوضع الحالي، كنا أيام الوحدة بعد 94، ما في ديمقراطية أصلا في البلاد، إيش نقول يعني؟ الديمقراطية كانت في العهد السابق، وهكذا بدأوا يتناوشون الكلام، وبدأوا الأخوة يردوا عليهم. كانت الدكتورة دعاء أعتقد موجودة أيضا، فطلب مني أرد على هؤلاء، هل الديمقراطية موجودة ما هي موجودة؟ طبعا الفتيان كانوا متأثرين بالممارسات الأمن المركزي الجمعية، ربما شاهدوها في المكلة، ربما شاهدوها في مناطق أخرى، ولكن هي هذه كانت محور انطلاقة كلامهم، أنه كله قمع 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 قمع. فسألت سؤال، أين ترون الديمقراطية كانت موجودة؟ أجاب أحدهم كان بالقرب مني، قال كانت أيام بعد 67 ظهرت الديمقراطية، خلاص حبي يجيب شكتوا كلهم. هذه الفكرة بقيت عالقة في ذهني، ومرت سنوات سنوات وجاءت السبع العياف، مرت كل الأعوام هذه كلها قاسية علينا،
وما زالت الفكرة تدور في مخيلتي. أنوي أن أكتب عن هذا، حلقة عن هذا، ولكني تكاسلت، لا أريد أن أخذ شهادة أو ذاك. في المساء، في الليالي العادية في المساء بعد قبل صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء، ألتقي بصديق عزيز صالح سعيد بمطرة، ونتبادل الأفكار، ماذا سمعت، ماذا قرأت، ماذا رأيت، ماذا. الوضع بشكل عام، هذه أحوالهم كلها، الناس في المقاهي يتداولون ماذا يدور على السطح، ماذا سمعنا، ماذا شاهدنا. فقال لي هناك مؤلف جديد صدر للدكتور صالح بن الشيخ أبو بكر، مؤلف بديع، هو يوصف في المؤلف مؤلف شامل، عنوانه كلام عن المكلة، كلام عن أنا عاشق، أفكر نفسي الواحد عاشق المكلة. لقيت هذا الدكتور مهيم متيم والهان مفتون، كل وصف المحبين في المكلة عنده. إذن لابد نقرأ الكتاب، الكتاب غالي حامض شوية. وصل الكتاب إلى أيدي، كان عند الأستاذ صالح نسخة منه، فاستعرتها، قرأت في الكتاب. وشوف لما يكون الكتاب شيق وممتع ما تطيق إطلاق سراحه. والله زوجتي تقول لي يا عبد الإله خلاص الضوء، لما الساعة 3 باقي ساعة من الفجر، نم يلا نطبق شوية، وساعة واحدة يؤذن الأذان الأول أصحى الظهر بعد الغداء أمسك. يا عبد الله عيون أقولك ما تشوف شيء قدامك، تكركر بقعة كلها، تكركر يعني تشوت أي شيء قدامك ما تشوفه. ما هي كتاب كان مش روعة، ذخيرة، في مرجع، في وثائق، في مفروض كل المهتمين بالتاريخ يقرأوا هذا الكتاب. الجامعة ليش ما تشتري مجموعة كتب مكتباتها من هذا الكتاب؟ قرأت 622 صفحة، كتاب جزل 622 صفحة بهذا الحجم، حوالي ما يقارب 3 أصابع. وصلت إلى الفصل 35، الفصل 35 عن أول ديمقراطية في حضرموت بين 59-60-61 في عهد السلطان صالح. أنا أقرأ، أنا حضرت هذا اللون في مطلع في آخر أيام الطفولة، بنتقل إلى المراهقة، عشان المراهقة مباشرة ارتباط شرطي، ارتباط شرطي، هذه القراءة عودتنا إلى تلك الفترة. تذكرت الأستاذ الله يرحمه وحيد الرباكي وهو حامل السبيكر، أيها الإخوة المواطنون انتخبوا القائمة الفلانية. شفت الرباكي واحد آخر كان يعلن، أيها المواطنون انتخبوا القائمة الفلانية، كل واحد على قائمة. كان ممتع، هو الكتاب مش في هذه النقطة ممتع، في كل الخطوات، حتى في وصف الحويف، الحارات، الأزقة، المواطنين، كل شيء، حتى التعليم أشار له، كل شيء أشار له. دكتور صالح موسوعة، هو لما كان حتى في المتوسطة كان عقله عالي فوق، مش وضعي، مش تحتي، كان سامي.
أثار تلك الأوامر التي مرت وعزمت على الكتابة عن الديمقراطية في حضرموت. لم يكن عهد ما قبل الوحدة ديمقراطي ولم تكن الوحدة ديمقراطية. لا نغلط أنفسنا إطلاقا. هنا كانت الديمقراطية المركزية، يعني القيادة تقول 1 2 3 ومرة نفذ ثم ما ناقش، هذه ديمقراطية. الثاني كان بعشرة، انتخبوا فلان، انتخبوا الرئيس، قال له يا أخي نحن حزب مخالفين، قال له يا أخي جني تعرفه خير من جني ما تعرفه، أو خير من إنسي ما تعرفه. يعني شوف، رغم اختلاف الحزبين مؤتمر الشعبي والإصلاح، اختار زعيم الإصلاح، اختار زعيم المؤتمر الشعبي رئيسا، ولم يختار عضو الحزب المنتمي إليه والرجل الفهمان الذي لا غبار عليه، التي لا الشاب المرحوم فيصل بن شملان خانوا، هم رشحوا فيصل وهم خانوا فيصل. ليه؟ لأنه جني تعرفه خير من إنسي ما تعرفه، ما بيجي معاهم أصلاً هذه. وإذا كان في الوزارة واشتغال من الوزارة، زي حكاية الأستاذ فريد بن غانم نفسه، هذه جيل واحد، فريد بن غانم فيصل بن شملان جيل واحد، ما عجبهم الموضوع بلاش رأس الوزراء بلاش وزارة النفط، ما كان ديمقراطية. كان هذا كل النظامين شموليين قمعيين، كل بطريقته الخاصة قمعي، هذه يؤسس نظام قمعي وهذه يفلت دولة قمعي، فالت الدولة فليت فركشة فركشة بطريقة قمعية أيضا. لا إله إلا الله. فصول الكتاب، ولا نتكلم عن الكتاب، يكفي أنك تكلمت عن كتاب سابق. الفصل 35 شمل أول انتخابات مجالس بلدية في الدولة القعيطية بطريقة حرة ديمقراطية، قائبة كانت مجالس بلدية هي اللي بتحكم، مش زي ما يقولوا مجلس محلي، مجالس بلدية هي بتحكم، زي ما قالوا مجلس أعلى زمان. تخيلوا، راجعوا القوائم حق مجلس الأعلى، يعني ترشح واحد من الإسكيمو في منطقة لا يعرفها يفوز، والابن البلاد يسقط فيها. ممارسة الديمقراطية في تلك الفترة شابها كثير من العوائق، لكن ممارسة الديمقراطية في أيام سلطان تعززت. ما بحكيها الآن، بحكيها بعد الفاصل، نرتاح قليلا ثم نواصل. نعود إليكم محملين بالديمقراطية. وقبل أن أخوض في تلك الفترة، لابد من مقدمات. ليش الديمقراطية في مجتمع متخلف؟ هي تجربة. ملاحظ سلطان صالح عندما تولى السلطة في الجزء الساحلي من حضرموت، في خطبة تولي العرش أو في خطبة التنصيب، أكد أن التعليم هو العامل الأساسي لانتقال المجتمع من الوقت أو العصر التخلف إلى النمو. إذا لم يكن هناك تعليم لن يكون هناك تقدم إطلاقا، لم يكن هناك زراعة لن تكون هناك. مركز على التعليم. وحكيت أنا عن سلطان صالح، رجل ليس بسيط، مش بسيط إطلاقا، مجموعة علماء في واحد، في رأس واحد. السلطان غالب الحفيد
نفس الخطبة حق السلطان صالح مقاربة لها كثيرا. التعليم التعليم التعليم. كيف بيكون التعليم في مجتمع متخلف وصراعات قبلية وخلافات بين سلطنتين شديدة الوطأة؟ لابد من حلول. طبعا السلطة القعيطية تمددت في الوادي كثيرا، انكمشت السلطة الكثيرية إلى حد ما. صراعات قبلية في الوادي هي سبب الطرد، لكن أعتقد أن السلطانين حس وأدرك أن لقاؤهما هو المخرج، إذا لم يلتقيا لن يكون مخرج لحضرموت. أعتقد كان يبحثان كيف القضاء على الصراعات البدوية القبلية المتتالية في حضرموت في الساحل وفي الوادي. وهناك أناس يدفعون للصلاح، أبو بكر بن شيخ الكاف، هذا الرجل جلب أمواله سك عملة، هو أول من عمل طريق توصل السيارة إلى الوادي، كان كله بالجمال، هو الذي يدعم الصلاح والإصلاح في الوادي وفي الساحل، دفع من حر ماله لكي تلتقي كل القبائل على هدنة، طبعا بإعاج من بريطانيا أيضا ومن السلطانين القعيطي والكثيري، لصلح لعقد مصالحة. فعلا عقدوا صلح كل القبائل وانخفضت وتيرة العراق، دور البناء الآن بدأ. بنلاحظ سلطنة كثيرية وسلطنة قعيطية، والتعليم واحد، مناهج واحدة، الأمن يكاد يكون واحد، الجيش البدوي واحد، بعض القيادات من الكثير في الساحل، وهكذا. يعني هناك بداية توافق. أنا لما قرأت بعض الأشياء أنه حتى بدأوا يفكروا في وحدة حضرموت، بل ما في أحد مننا، نحن لما خرجنا برا واللي خرجوا برا قبلنا ما يقولوا أنا كثيري وأنا قعيطي، لا، يقول أنا حضرمي. إلى اليوم والليلة اللي في إندونيسيا وفي أفريقيا يقول لك أنا حضرمي، واللي في ليبيا يقول لك أنا حضرموتي، في تونس يقول لك أنا حضرموتي الأصل، في المغرب حضرمي الأصل، موريتانيا مالي أنا حضرمي الأصل. جاهزين؟ إذن لابد. طبعا التعليم توسع توسع، بدل ما كانت مدارس بعدد الأصابع أصبحت مدارس بالثلاثين، ثم في ثلاث سنوات إلى 150 مدرسة، ثم زاد عدد القبول. تولى محمد عبد القادر، الدكتور محمد عبد القادر بافقي نظارة المعارف، وكان سياسته مدرسة ولو تحت علم، ما في مبنى معانا لكن في ناس ممكن درسهم حتى تحت علم، تحت شجرة علم وارفة الضلال. السلطان يقول أيضا، طبعا عارف السلطان حدد في ميزة، هو طبعا نظم البلاد تنظيم إداري شامل شامل، بناء الإدارة زي الملك فيصل في السعودية، هو مؤسس الإدارة النظام الإداري في المملكة العربية السعودية. نحن عندنا السلطان صالح هو مؤسس النظام الإداري والمالي في حضرموت القعيطية. جاهز؟ قال جاهز. 21% من ميزانية الدولة القعيطية للتعليم، هو كله ميزانية الدولة القعيطية كان يلا يلا تكفي الجيش، قال لا، أولا التعليم ثم الصحة وأخيرا الجيش والأمن.
قبل تمام الناس يفكرون. نحن أنا من الناس اللي جروا ثمرات تلك الفترة. ما شاء الحال نعمل انتخابات مجالس حكم محلي، بلدية يسمونها، كان أول مجالس بلدية، قائمتان، قائمة معارضة للسلطان وقائمة مؤيدة للسلطان. تم الانتخاب، الحملة استمرت، الحملة أيام وسمرات ولقاءات ونزولات وإلى آخره في كل منطقة حضرموت القعيد. تم الترشيح المواطنين، فازت القائمة المعارضة للسلطان. تخيلوا، سلم السلطان هؤلاء مقاليد السلطة الإدارية في المحافظة، في الإقليم أو في الأقاليم. ديمقراطية ولا ما ديمقراطية؟ هذه ديمقراطية، كان مدافعة صح، لم يكتب لها الاستمرار والنجاح، تكالبت عليها كل القوى وتأمعت السلطان وتغيرت البلاد وتحولت البلاد إلى أنظمة جديدة، وجاءت ديمقراطية مركزية وجاءت الديمقراطية الانكشارية وهكذا دواليك. أهم ما في الموضوع دافع الذي جعل كل الأفكار السلطانية للسلطانين الكثيري والقعيطي أن تلتقي مع أبو بكر بن شيخ الكاف على الدفع أنه لن تستمر الحالة في حضرموت هكذا، لابد من تغيير، لابد من تطوير، لابد من الصلح اللي تم بين القبائل. طبعا الصلح اللي تم بين القبائل ساعد على أيضا انتشار التعليم، أولاد البادية، بنات البادية، في كل الأرياف انتشر التعليم، وعندي حلقة عن تعليم الفتاة بالذات. تقريبا هذه يعني أعطت السلطانين حقهم في الدفع باستقرار الأوضاع الأمنية، والسلطان القعيطي أعطت حقه في بعد أن استقرت الأوضاع الأمنية عمل على بداية التوجه الديمقراطي، حتى أطلقوا الحريات فيما بعد، الحريات السياسية، أحزاب انتشرت في البداية قمعوها، في النهاية سامحوا لهم. نتكلم عن هذه المواضيع في حلقات أخرى بشكل كتاب الدكتور صالح، هذا نتف من نتفة من كتاب الدكتور صالح، قشة من كتاب الدكتور صالح. كل الكتاب يحتاج إلى حلقات، لكن بيقاضينا بيقول لي شلت كلامي كله عملته حلقات، ما يصير. على كل حال نكتفي بهذا القدر عن الديمقراطية، ونتمنى عودة الديمقراطية للبلاد بشكل، ولن تأتي الديمقراطية إلا بزيادة الوعي، ولن يأتي زيادة الوعي إلا بزيادة نسبة التعليم، ولن يأتي نسبة زيادة التعليم إلا بجودة التعليم، وهكذا دواليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.